من لندن ينضم إلينا دكتور ممدوح سلامة، خبير أسواق النفط والطاقة. دكتور ممدوح، الخلاف حول أوروبيا أو على الأقل ألمانيا فرنسيا حول اعتماد الطاقة النووية فيما إذا كانت تدخل ضمن مزيج الطاقات النظيفة في منظومة الاقتصاد الأخضر كما تريدها أوروبا، هل هو خلاف في محله ولا له مسببات سياسية واقتصادية أعمق من الخلاف التقني؟ الخلاف كما تعلم هو بين ألمانيا وفرنسا. فرنسا تحصل على 70% من الكهرباء من الطاقة النووية، هي من أكثر بلدان العالم استخداما للطاقة النووية. الاتحاد الأوروبي في وضع دقيق جدا بسبب وجهتي نظر ألمانيا وفرنسا. ألمانيا التي تريد أن تتخلى كليا عن الطاقة النووية لا تعتبر الطاقة النووية طاقة متجددة، في حين أن فرنسا كما قلت التي تعتمد بنسبة 70% من حاجتها من الكهرباء على الطاقة النووية تعتبرها طاقة متجددة. الخلاف إذن بين هاتين الدولتين، ما العمل في هذا الحل؟ الحل أعتقد يقف إلى جانب فرنسا، لأن الطاقة النووية إلى جانب الفحم وإلى جانب الغاز الطبيعي تدعم التحول نحو الطاقة البديلة، أي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. أنت تعلم أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية، الطاقة المتجددة كما يعرف في التعبير، لا يمكنها أن تنجح وحدها دون دعم من الغاز الطبيعي وإلى حد ما الطاقة النووية والفحم. طبعا الاتحاد الأوروبي يسهل عليه التخلي أو أن يقول الفحم هو ليس طاقة متجددة، والعالم كله يعرف ذلك، لكن الطاقة النووية يمكن اعتبارها طاقة متجددة إلى حد ما، في حين كما تعلم الألمان لا يريدون ذلك أبدا كونهم تخلوا عن الطاقة النووية. من سترجح كفة من؟ لكن دكتور ممدوح، هو يعني لو افترضنا أن هناك دولة لم تعد تستخدم الطاقة النووية، ما علاقة عدم استخدامها باعتماد هذه الطاقة كطاقة نظيفة أم لا؟ لماذا يبدو الخلاف من هذه الناحية إذا كانت فقط هناك دولة لا تنتج طاقة نووية ودولة أخرى تنتجها؟ لأن ألمانيا هي الدولة الأولى اقتصاديا في الاتحاد الأوروبي، ووجهة نظرها لها وزن ضخم. هي قررت التخلي عن الطاقة النووية، ولكنها لا تستطيع أن تمنع فرنسا من الاستمرار في الطاقة النووية. إذن الخلاف هو درج أو تسمية الطاقة النووية، هل هي طاقة متجددة أم لا؟ هناك من يقول أنها طاقة متجددة باعتبار أنها طاقة مستمرة على مدى الحياة طالما أننا نزودها بالوقود، ولكن الآخرون يقولون أنها ليست طاقة متجددة لأنها تترك بقايا راديو أكتيف ماتيريال، يعني مواد مشعة التي مضرة في العالم ويصعب دفنها، وحتى لو دفنت تبقى فعالة لسنوات طويلة قادمة.